دينا انضم الينا الان سياده السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم الخارجيه المصريه. سياده السفير برحب بحضرتك معانا. أهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم، والحقيقه احنا هندخل في الموضوع بسرعه. بالنسبه لبرنامجنا ما وراء الاحداث سياده السفير، كثيرين تواصلوا معانا من ليبيا، في مشاكل ما زالت بتواجههم من عدم الرد على التليفونات، وايضا محتاجين وبيستغيثوا بانه مساعده مصر ليهم في العوده. فيعني ازاي نقدر نوصل لحضراتكم هذه الارقام، وازاي كمان يكون في التعاون لسفر هؤلاء، وخصوصا هم بعد ما حصل تهديد من فجر ليبيا انهم لازم يخلوا ليبيا خلال 48 ساعه والا هيكون في امور اخرى، وسالوا على الطيران قالوا لهم ما فيش طيران غير من يوم 4 مارس. فما نصيحه حضرتك لهؤلاء؟ احنا بس مش عايزين نعمل حالة هلع وفزع بين المصريين في ليبيا. نعم. يعني احنا في تعليمات مستديمة ونصائح بنقدمها لاخواننا المصريين بالنسبة نعم سيادة السفير. والان يعني الامور بتسير بشكل جيد، وعندنا طقم انا موجود دلوقتي وسط الاخوة اللي في خلية الأزمة، تمام، وبيردوا بالنصائح اللي هقولها لسيادتك دلوقتي اتفضل. لإخواننا المصريين في الخارج. نعم أولا طبعا لابد من توخي أقصى درجات الحرص والحذر، عدم التحرك خارج مناطق الإقامة أو العمل إذا كان المواطن المصري موجود في منطقة آمنة نسبيا فعليه أن يبقى بها ولا يتحرك خارجها، يعني الحركة على الطرق فيها مخاطرة. ما لا ننسى طبعا ان الوضع في ليبيا كارثي، وضع غير طبيعي. نعم احنا ما بنتعاملش مع ليبيا كدولة طبيعية الظروف فيها عادية، لا، ده احنا في كل منطقة هناك جماعات مسلحة، وهناك قبائل، وهناك اطراف مختلفة تسيطر عليها. فبالتالي مرة تانية احنا مش عايزين الاخوة المصريين يبقى في حالة هلع وفي تحركات تبقى جماعية عشوائية على الطرق وبالتالي يعرضوا ارواحهم للخطر. لابد من التريث والحكمة وتقتصر الحركة بشكل فردي على المواطنين اللي هم حاسين في تهديد على ارواحهم، يعني يكون في تهديد مباشر يلجأوا لمناطق اكثر امانا اذا يعني اذا كان المواطن يستطيع بشكل فردي ان هو يصل الى منطقه الحدود عند معبر السلوم يتحرك، اذا كان قريب من المعبر التونسي يعني من بكره الامور يعني ابتدت يبقى في اطقم على الارض وفي تنسيق مع الجانب التونسي لتسيير بعض يعني عدد من الرحلات الجويه إذا نعم استدعى الأمر ذلك. وأنا هقول لحضرتك الأرقام أهي. ايوه احنا عرضنا بعض صفر الارقام، يا واحد. ريت اتفضل. لا إحنا دول أرقام، دول رقمين هي وكل رقم فيه 15 خط. هي صفر واحد اتفضل. اثنين اها واحد واحد ايوه واحد واحد ثلاثة اثنين ثلاثة خمسة ثاني 3236. ده تمام كل كده. خط، كل رقم عليه 10 عليه 15 خط. مرة تانية هقول لحضرتك الأرقام 012 11 11 32 35 أو 012 11 11 32 36، مظبوط كده؟ مظبوط يا فندم، مظبوط يا طيب فندم. هيك. طب سيادة السفير بعد إذن حضرتك، لو في برضو بعض الأسر اللي بيتواصلوا معانا، إزاي إن احنا نتواصل معاكم ونبعت لكم لو في أسماء وأرقام يعني شاعرين بالقلق الشديد او في اماكن معينه مهددين ومش عارفين يتواصلوا مع الخارجيه؟ يعني نعم حضرتك اولا تديهم الارقام دي، وثانيا حضرتك لو تقدر تبلغينا احنا تحت امرك طبعا على التليفون او على الرقمين اللي انا اديتهم لسيادتك. يعني بس احنا عايزين الرساله ان يعني لا يعني ما يحصلش تحت ضغط الفزع او الخوف ان احنا نتصرف تصرفات تكون عشوائيه وقد تؤدي الى يعني عواقب وخيمه.
التحرك هو تكون هادئة تمام. محسوبة بشكل فردي بعيدا عن الجماعات. طب بالنسبة للخبر اللي تواتر حول انه في 35 مصري اخرين اختطفوا، هذا الخبر غير صحيح؟ يعني لم يعني انا ما عنديش معلومه مؤكده تؤكد هذا الخبر. احنا اول لما وصل لنا تداولناه داخل وسائل خليه الازمه ولم يتم التحقق منه. تمام. طيب حول يعني هل في ممر آمن بيتم، الو أيوة سيادة السفير، هل الو هيكون في ممر آمن لهؤلاء للوصول إلى الحدود مع تونس؟ سيادة السفير، من الواضح طبعا احنا بنشكر سيادة السفير شكرا جزيلا وجوده معانا، وزميلنا اهو شكرا لزميلنا جدا، دي تليفونات مشاهدينا، ونرجو من كل، احنا طبعا يعني بنرحب بالاتصالات يعني اللي بتجيلنا من ليبيا، لو في لسه حد عنده اي استفسارات من المصريين الموجودين في ليبيا خطوطنا مفتوحة، اتكلموا معانا وهنحاول على قد ما نقدر ان احنا نوصل صوتكم لسيادة السفير. يعني شكرا جزيلا طبعا لسيادة السفير بدر عبد العاطي، استعداده التام للتعاون، وايضا الخطوط دي زي ما هو اعلن انها 15 خط، يعني قدامنا الرقمين دول يعتبروا 30 خط، وهو بنفسه بيقول ان هو مجتمع حاليا ومتواجد مع خلية الازمة لاجل مجهودات كبيرة جدا علشان ان شاء الله عودتكم سالمين من ليبيا، من اي مكان في ليبيا. نتمنى لكم العودة بالسلامة، هنعرض الارقام دي مرة تانية قبل نهاية الحلقة، وزي ما قلت لحضراتكم نصائح سيادة السفير انه من فضلكم حاولوا لو عليكم على حياتكم خطر خليكم في اماكنكم، ما تتحركوش في جماعات، حاولوا التحرك يكون بشكل فردي، حاولوا ان انتوا توصلوا للحدود، وعلى الحدود هتلاقوا ان شاء الله المساعدات اللي هتقدم ليكم من ناحية الطيران ومن ناحية الوسائل التنقل من الحدود مع تونس للقاهرة بإذن الله. يا رب كلكم ترجعوا بالسلامة، وبنصلي حقيقي من أجلكم.